في بعض العناصر غير مرئية وغير مسموعة في تجربتي الفنية، خاصة في الأعمال الورقية اللي نخدشها. هناك طبعا في تسجيل أثناء ممارسة العمل أو أثناء خدش هذه الأوراق، ولكن أيضا أقول أن هناك كل ورقة لها صوت مختلف في تجربتي، وأيضا مواضيعها متنوعة. هذه أول تجربة لأعمال الخدوش اللي هي أنتجتها عام 1990، وهي طبعا عبارة عن الأضواء اللي أنا كنت أرصدها يوميا على الجدران في سواء في البيوت أو في المدينة، وبعدين طبعا أقوم بعملية خدش المساحة اللي أنا دائما أرصدها. أنا في متحف اللوفر، جدار المتحف أيضا يستقبل الضوء كل يوم بشكل مختلف طبعا، ونشوف ان حاجز هذا للضوء ايضا انا بالنسبه لي هو حركه صوتيه لتغيير مجرى الضوء واعطاء شكل. فدائما انا في اعمالي ايضا استخدم الصوره الفوتوغرافيه لتصوير المشهد، وفي نفس الوقت اقوم يعني بتثبيت الزمن من خلال الكاميرا، واقوم باعطاء حركه على سطح الورقه من خلال خدش جزء اللي هو ساقط سقوط الضوء على الورقه.